أول شيء بدايتي كانت هو بيج، تدريجياً كنت أخذ أكل وياي للدوام، فصديقاتي والمدرسات اللي وياي شجعوني على إنه أفتح بيج وأباشر بيه وأطلع طلبات. ففتحت بيج وبدت الطلبات تطلع وصار إقبال كلش حلو على البيج. وصلت مرحلة أطلع محافظات كبغداد، أربيل، بيجي، كركوك، من ضمن عندهم جامعة الكتاب، جامعة من الجامعات. تدريجياً بدأ يطلع شغلي ويصير كلش قوي. ففتحت بازارات هنا داخل تكريت، شفت إجاني طلب كلش على البازارات وقاموا يطلبون من ضمنها جامعة تكريت كل البازارات والأقسام اللي بيها. شاركت بكل الأقسام اللي بيها، فمن خلالها إجا ببالي أهلي شجعوني والناس اللي يعرفهم على أنه فتحي مطعم تمدي على نفسك. فبدايتي فتحت هذا الكوك اللي صغير ومتواضع، وإن شاء الله مستقبلاً بعد فترة تلقوني فاتحة مطعم كلش مرتب داخل.